أهلي الشباب الأهلي وينتصر بثلاثية مقابل هدفين. أحمد فوزي بعد مهارة فردية أضاف الهدف الأول في الدقيقة 19 للظفرة، ووليد القروي أضاف الهدف الثاني للظفرة في الدقيقة 57 عن طريق هذه الكرة، ومن تسديدة رائعة محمد رايحي أضاف الهدف الثالث للظفرة في الدقيقة 59 بهذه التسديدة الجميلة. عمر خريبين قلص الفارق لشباب الأهلي في الدقيقة 64 برأسيته، ويحيى الغساني أضاف الهدف الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 92، ولكن الهدفين لم يسعفا شباب الأهلي بالعودة بنتيجة المباراة ليخرج الظفرة فائزا.